ظهر في هذا الوقت من يقول إن تارك جنس العمل مؤمن ويدعو إلى هذا القول ويرهب ويهدد من لا يقول بهذا القول، فما هو الصحيح؟ نحن لا بحاجة إلى هذا الرجل ولا إلى قوله. السلف الصالح والعلماء والأئمة كفونا وبينوا لنا الإيمان أنه قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما يجي واحد فيما بعد ويتحذلق فنحن لا ننظر إليه أبداً.